شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية بحضور رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وكبار رجال الدولة الهندية. بدأت مراسم الاحتفال بإطلاق المدفعية الهندية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. تم تقديم عروض عسكرية للقوات المسلحة الهندية لأحدث المعدات والأسلحة الهندية، وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية الهندية السلام الوطني لمصر، وتم رفع العلم المصري خلال عزف السلام الوطني.